طريقها لكي تجسر يعني تجسر الهوة بينها وبين الناس. ما لقاتش طريق بالأساس ولا ضيعت في المنطقة العربية الكل نخب في واد والناس في واد. بغطاس هل لديك أقوال أخرى؟ وهذايا موضوع موضوع يلزم بلاتو كامل وحده، معناتها في علاقة النخبة بالناس وببقية الشعب باعتبار أنه الهوة عميقة، ونعتقد وكون الجدال في الموضوع هذايا معناتها يستحق بالحق معناتها نظرة جديدة على الأقل. اليوم زادت تعمقت الهوة بين المواطن العادي وبين النخبة، فما قطيعة كبيرة ياسر صايرة خليت أنه الناس ما عادش عندها حتى أي الحقيقة في وضعيات عديدة، حتى أي قولوا احنا احترام للنخبة باعتبار أنه صارت ما عادش عندها ثقة، ربما ما عادش عندها مصداقية في السنوات الفارطة، خاطر ترذل المشهد بطريقة كبيرة خلى أنه الشعب الحقيقة ينفر يزدري أو ينفر من النخبة، ويعتبر أنه النخبة تخدم في مصالحها الخاصة ومش قاعد يتابع فيها في معاناته اليومية في خصوص النقل والمصاريف الحياتية والمعيشية، ومش قاعد معناتها يعاون فيها على الأقل. هذا هو معناتها نورمالمون هذا الموضوع يستحق أكثر حديث عليه. راجعين بالتحليل توتويت بالبنت العريض. بالبنت العريض الدين بعد شوية جينا في عينك على الإدارة ما تدسويت بالبنت العريض رفيق دريدي، تحياتي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا زينة، مرحبا بالضيوف الكل، رحبوا بسادة المستمعين، كيف سعيد جدا بالتجربة هذه وبلقائك أنت زينة وبلقاء سادة المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية في برنامج ستوديو الوطنية. إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن وإن شاء الله ديما نقدموا الإضافة لسادة المستمعين والمتابعين. حركة ولات البارح حسب الصفحة الرسمية اللي أعلنت عليها صفحة رسمية لرئاسة الجمهورية، نرجعوا معك بالتفاصيل أكثر. بلاغ اصدر من رئاسة الجمهورية البارح في الليل يعلن أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر إجراء حركة في سلك الولايات شملت كل الولايات دون استثناء، وتوزعت بين 6 شغورات في بعض الولايات اللي كانت شهدت إعفاءات لولاتها من مهامهم، كما شملت زادة إعفاءات وتكليفات جديدة لولات في ولايات أخرى. نلقاو تعيين عماد بوخريس كوالي على تونس ووليد صنديد كوالي على أريانا، وسام المرايدي والي على بن عروس خلفا لعز الدين شلبي، ومحمود شعيب والي على منوبة خلفا لمحمد شيخ روحو. في ولاية سوسة نلقاو تعيين سفيان التنفوري كوالي على الجهة خلفا لنبيل الفرجاني. في صفاقس تم تعيين محمد الحجري كوالي على الجهة، وفي سيدي بوزيد تم تعيين فيصل بالسعودي خلفا لعبد الحليم حمدي ووليد الطبوبي كوالي على مدنين خلفا لسعيد بن زيد. الولايات الكل كما قلنا 24 كانت شملتها الحركة هذه، هي اللي تقريبا تكاد تكون أكبر حركة ولايات صارت بعد 2011 في تونس. 24 ولاية تقريبا، ما فما حتى مرة صارت شامل حركة في كل الولايات شامل في نفس المرة، تحوير حركة شاملة للولايات وست شغور بالأساس. والحديث كان مطولا على الشغور اللي كان بالأساس في زوز ولايات كبرى، هي ولاية تونس خالد كرونة وولاية صفاقس. قراءتك قبل ما نرجعوا على التحويل الوزاري أيضا اللي صار من أسبوعين تقريبا، قراءتك لحركة الولايات الشاملة اللي مست 24 ولاية البارح. يعني أنت في سؤالك ضمنا ربطت الأمرين ببعضهم، هذاك عين الصواب، لأن أولا الملاحظة الأولى يعني عطل عن ما تفضل به هو التغيير كامل، هذا مش فقط من 2011، ربما حتى في تاريخ الدولة التونسية لعقود ماضية تصير كل عام يعني حركة في الولايات والتغيير، لكن عادة يتم الاحتفاظ ببعض الولايات واحتفاظهم بخطتهم وساعات نقلهم الى معناها ولايات اخرى. نعم. ويتم الاستعاضة على عند البعض الاخر، اما هذه اول مره على الاقل فيما اذكر انا شخصيا انه كل ولايات الذين كانوا يبشرون غادروا يعني هذا الموقع في المسؤوليه، وان الولايات التي كانت شاغره وليست فيها يعني مسؤول عين عليه مسؤول. هذا يربط برسائل سياسيه، لانه كنشوفوا احنا تم الاعلان على هذا يوم الاحد ليلا، نرجعوا لأحد ما قبل هذا الأحد يعني قبل بأسبوعين تم الإعلان على تحوير وزاري شامل، لكن ذلك مع فارق أن ذلك شمل الإبقاء على 5 وزراء في ذلك الوقت، بما في ذلك الإبقاء على
يعني الوزير الاعلى رئيس الحكومه سي كمال مدوري ما اللي هو يعني تعين قبلهم وتكليفه قبل. اوائل شهر اوت حكومه جديده. الرساله الرساله اللي ممكن نفهموها من هذايا هم ثم اكثر من قراءه بطبيعه الحال يعني المناصرون والموالون يعني سيرون في ذلك علامه انه يتم بعد استكمال يعني المراحل الدستوريه تاع برلمان وتاع مجلس اقاليم ومجلس جهات يعني رسم ملامح السلطة الجديدة التي تطمئن إلى استمرارها حتى بعد الاستحقاق الانتخابي. هذا بالنسبة إلى الذين المعسكر هذا معسكر المنتقدين والمعارضين يرون في ذلك حملة أو جزء من الحملة الانتخابية غير المعلنة للرئيس، لأنه كأنه بذلك يقول إنني واثق من استمراري ومن بقائي. يعني المسألة قابلة برشة تحويرات، ولكن بالنسبة للمواطن أنا اللي يهمني كمواطن أنه ما هوش معقول باش تتكرر الكارثة اللي كانت موجودة أنه ولايات تقعد المناصب فيها شاغرة وثم جزء من مصالح المواطنين متعطلة. صحيح المعتمد الأول ولا المعتمد مكلف بالمهمة يؤدي بعض الأدوار، ولكنه لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية حين ينبغي أن يواجه قضايا معينة. على أي حال الأيام كفيلة بكشف المستور. أخيرا حركة ولات، أخيرا سد شغور، وبرشة تقريبا أكثر الناس طالبت بحركة الولات أنيس بوغطاس هما الداعمين والأنصار اليوم اللي قاعدوا يستنيوا مش حتى سد شغور ولكن طالبوا بفارغ الصبر يستنيوا. أولا قبل كل شيء نحب نبارك للسيدة الولات الجدد ونتمنى أنهم ينجحوا على رأس الولايات متاحهم، باعتبار أنه اليوم البلاد الحقيقة داخل في كامل الولايات مستحقة عمل جيد من الولات. عنا حلول السنة المدرسية، عنا بداية السنة الفلاحية والأمطار وما يترتب عن ذلك من معناتها التئام لجنة الكوارث وغيرها من الأعمال، وهو كذلك من الأعمال اللي هي تعتبر أعمال عاجلة للوالي اللي مشى على تعين البارح اليوم يزمو يبدا يخدم على راس ولايته. هذه ساعه قبل كل شيء نشدوا على ايديهم ونتمنى لهم النجاح والتوفيق. علاش؟ على خاطر البارح عند مبادره رئيس الجمهوريه باجراء هذا هذا التحوير شفنا كما كنا نحكيوا عديد الموالين للمسار يباركوا في الحركة، وعديد المواطنين والمعنى الصفحات حتى صفحات الجهوية وحتى المحلية كانوا فرحانين برشا تقريبا كان عليها إجماع بعزل والي معين في جهة، وهذا معناتها يأكد أنه ذلك الوالي يا أما فشل في مهمته وقعد مدة كبيرة وهو على ذلك الفشل إلى أن حصل التغيير ذي، أو أنه معناتها الوالي هذا غير شعبي أو بالأحرى غير قريب من المواطن البسيط اللي يستحق باش يقف معاه الوالي وكان فما صد أو لم يكن أم لم في المسؤولية بالطبيعة اللي هي ما فما مشاريع معطلة داخل الولايات الجمهورية الوالي من واجبه أنه يعجل فيها، مثلا ولاية قفصة وسيدي بوزيد والقروين والقصرين وغيره وتطاوين ومدنين، راهي ولايات فيها عديد وعديد المشاريع المعطلة واللي من مهمة الوالي أنه يسرع باش يدفع معناتها المثال التنموي أو بالتنمية في الجهة هذيك مهم جدا، واللي هو ما صارش. واليوم كسلطة أنا كمواطن نحب نعرف زادة الحقيقة على أي أساس، خاطر اليوم ما فما حتى والي حولوا الولاية أخرى، معناتها فشل كامل هذا. شو معناتها أنت نحيتوا الولي؟ هل بشرطه والي لازم يتم نقله مش حتما يعني. أخرى؟ لا مش حتما، معناتها أنا اليوم ما لقيتش حتى والي كان يباشر قبل البارح اليوم والي نحب نعرفوا على الأقل معناتها على أي أساس. ما تنسيش أنيس بوغطاس قبل كنت فما تقسيم الكعكة خالد كرونا والمحاصصات وهذه تابعني، ما تمثليش رفيق قدري ديا باش نحي من تونس حطه لي في بلاصة أخرى. أنا ما قصدتش هذا، ما قصدتش هذا، أنا اللي قصدته كنت معناتها اجتهد وأصاب، فما اللي اجتهد وما أصابش، تحوير وحركة شاملة. شنو هو الإشكال هوني في أنه إحنا اليوم هاو المشكلة اللي يلزمنا ديما ننظروا لها معناتها في الدولة. اليوم في الدولة معناتها الله غالب هذايا معناتها هو إرث ناقلناه تسبب في عدم استمرارية. أنا شفت الزاوية اللي انظرت منها، إذا أنت اليوم ناجح أنا ماذا بيا تستمر في العمل اللي عملته في الجهة هذيك، أما أنه أنا نحيتكم الكل
انا مانيش راضي عليكم الكل، وهذا واضح، هذا الميساج واضح. وشو معناتها ماكش راضي عليهم الكل؟ معناتها صارت فما تقييمات، وصار فما معناتها التقييم ادى الى انه ذلك الوالي غير قادر على المواصله، وفي اكثر من مره عباد اخرى اللي احنا نتمنوا انهم ينجحوا. وفي اكثر من مره كانت توجهت الانتقادات من طرف رئيس الجمهوريه للولايات، اكثر من طالبهم بالعمل الميداني، وكان الولي منبههم في قديش من مره رئيس الجمهوريه بالضبط. وفما ولات وتحدث في قديش من مره يوجه لهم حتى قال على المسؤولين الكل داخل حمل ما فيقوش، وقال كونه حتى فما ولات ما يهزوش على التليفون ما يردوش على الهاتف وقت اللي دونك فما شكون ما كانش قد ما نتصورش التعميم معناها ينفعنا باش نقراو. سامحني، مش ممكن أن يكون ثم في ذهن الدولة وفي ذهن رئيس الجمهورية أنه ثم يعني خيبة أمل وثم تحميل مسؤولية لعدد معين من الولات اللي هما منهضوش بالمسؤوليات كما كان يوضح سي يعني أنيس توا. نعم. هذا أمر أكيد، لأن سمعنا الانتقادات علنية ومتكررة. فهلا. أما من غير المعقول أنه نعتقد الرسالة السياسية متاع تغيير جميع الولات هي عدم رضا على جميع الولات. يعني مش غريب اللي غدوة ولا بعد غدوة ولا الجمعة الجاية نجم تلقى فلان الفلاني كان والي وتلقاه في موقع آخر. صحيح. دونك معناها باش ما نقولش التعميم. صحيح. تبقى فمش زاد باش احنا ننصفوا الولات اللي مشاو والولات اللي نتمنى لهم انهم باش ينجموا إن باش ننصفوهم. الوالي وقت اللي تحط فيه مهمه انت باش نضيف المهام عندنا مشاكل اخرى في مشاكل الحدود مع ليبيا ومشاكل. صحيح. يعني سؤال مهم، شنو مستوى صلاحيات الوالي باش ينجم هو جاوب هذا؟ خالد كرونا، نسبو غطاس، رفيق دريدي، والسادة المستمعين نرجعوا نجاوب عليه. ومواصلين في البنت العريض، حركة ولات تحوير وزاري شامل للأسار، إضراب عام تهدد به الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، والتفاصيل الأخرى بعد ما نرفعوا لحضراتكم أذان الظهر. راجعين هذا استوديو الوطنية. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. استوديو الوطنية، فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة زيدي.
رفعنا لحضراتكم أذان الظهر بتوقيت تونس، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر. مازلنا واصلين معكم في استوديو الوطنية. بتحياتي مجددا رفيق دريدي، أنس بوغطاس، خالد كرونة، مرحبا سيدة المستمعين وين ما كنتوا، شكرا على حسن الاستماع، مرحبا بنقدكم تعليقكم واقتراحاتكم. واقتراحاتكم توصل على صفحة رسمية للإذاعة الوطنية غاديو تونيزين، وأيضا صفحة البرنامج استوديو الوطنية. مازلنا واصلين في ساعتنا الأولى وبالبنت العريض. رفيق معك كنت تحكينا على حركة الولاد، وكنت تسأل خالد كرونة سؤالك اللي أجلناه إلى ما بعد الأذان، نربط لك هوني بالتحوير الوزاري الشامل، التحوير اللي صار حركة الولاد، هذا اللي كان مطلوب تقريبا وقايت المسير، مازال المعتمدين ومازال القناصل ومازال السفارات، ثم معناها واضح ثم توجه في ثم توجه نحو في التغيير حديث في لا في في ملء الفراغات في سد شهورات وفي تغيير الوجوه. هو بالنسبه للولايات عندنا 9 ولايات قعدت بدون والي ما عدا اريانا اللي مشى فيها السيد وزير الداخليه معناتها كان والي، البقيه راهو قعدوا مده تسمى كبيره معناتها 6 شهور الحقيقه طويله شويه، اما نتمناو انه يتلافاو الفراغ اللي يحصل له، خاطر راهو مهمه الوالي. كنت نرجع لسؤالك، راهي مهمه الوالي ما تنجمش تحصرها، على خاطر اليوم راهو على مستوى اي ولايه راهو فما عندنا تحديات كبيره اقتصاديه اجتماعيه امنيه كل امنيه، راهو الوالي هو الحلقه هو ممثل الاقوى السلطه التنفيذيه في واللي هو معناتها حلقه الربط الحقيقيه بين جميع السلطات وبين جميع الهياكل والجهات سواء على المستوى المركزي او على المستوى الجهوي، واللي هو يكون القاطرة الحقيقية لدفع أي معناتها منوال مشي يتم معناتها على الأقل الدولة راهي على المستوى المركزي تخطط، لكن على المستوى الجهة تنفذ، راهو هو المسؤول الوالي بالطبيعة، وهو اللي يخلي معناتها هو اللي يرفع زادة أي خلل، اللي هو اللي ينسق بين ما هو جهوي ومحلي وبين الوزارات المركزية. فما برشا حاجات على مستوى الصحة على مستوى النقل على مستوى الفلاحة على مستوى الشح المياه على عديد الإشكاليات، راهو الوالي مهم جدا دور الوالي في أي ولاية، واللي هو قادر باش ينجم يعاون ولاية والعباد اللي موجودين فيها سواء المستثمرين سواء العملاء سواء في السياسات العامة للدولة بالأساس. مهم جدا دور الوالي. نجعلكم على التحوير الوزاري شامل تقريبا باستثناء تقريبا 4 وزراء حافظوا أو 5 حافظوا على حقائبهم، تحوير وزاري شامل، وكان تقريبا إجماع لأول مرة نشوفوا إجماع، لأنهم الأقرب الأسماء يقول لك هذم أبناء الإدارة كفاءات، تقريبا رضاء التام كان خالد كرونة على التحوير الوزاري الأخير. هو يعني التحوير الوزاري لازم نفهموا الفلسفة نتاعه، هي نفس الفلسفة اللي كان نحكي فيها سي أنيس، كيف تعين والي تعين وزير. الخطاب السياسي كان لاحظته في الأشهر الماضية أنه كل مسؤول أيا كان وفي أي موقع يمكن أن ينتقد، ليس فقط من الناس من المواطنين، يمكن أن ينتقد حتى من أعلى هرم السلطة السياسية. يعني شنو الفكرة؟ الفرنسيون لديهم كلمة يقولون يعني obligation de résultat، يعني كيف أنت تكون موجود في الموقع الفلاني، أنت في شاد الوزارة هذه ولا شاد الولاية هذه، تعبي بلاستك، يلزمك أنت توصل نتائج. ما تقول لكن عمليا كيف احنا نكون منصفين في النقد، مش ما لا ننحني باللائمة يعني على الناس من دون، أحيانا ثم إكراهات عند الوالي، عنده صلاحيات معينة ما نجمش يفوتها، عنده إمكانيات مادية، عنده ميزانية محدودة يتصرف فيها، عنده منظومة قانونية ما نجمش يتجاوزها، الوزير زاد عنده كيف عنده إكراهات، ثم يعني تحديث كي نشوفوا احنا التشريعات القانونية الموجودة في تونس وعلاقتها بالدستور ولا حتى بالدستور السابق، يعني بعد ياسر ما ثماش حتى حالة متاع تلاؤم بين شوية مرونة يتطلبها التحديث الدستوري بغض النظر على 2014 ولا 2022 وبين منظومة قانونية قديمة، هذا يجعلك أنت كمسؤول في موقع المخالف إذا كنت تتجاوز المنظومة القانونية، حتى كان أنت رغبتك وقناعتك أنك كيف تعمل الشيء الفلاني وأنت الوزير أو أنت الوالي أو أنت المعتمد، هذا كيف يفيد الناس. ثم عوائق معناها موضوعية ما زالت قائمة قدام المسؤولين بقطع نظر عن النوايا، وقد تكون نوايا طيبة، والنوايا الطيبة كما يعرف الجميع لا تكفي وحدها كي نصنع الربيع. صحيح. هذا هو المشكل. أنيس بوغطاس رئيس الجمهورية تحدث عن التحوير الوزاري من أسبوعين وقال كان ولا بد منه لضمان السير العادي لدواليب الدولة وأمنها القومي، بالتالي وحسب كلام رئيس الجمهورية الأمور ما كانتش ماشية كما ينبغي في دواليب الدولة والتحوير لابد منه. وكذلك وفما شكون انقد رئيس الجمهورية وقال وكونه هو بما أنه مترشح انتخابات ما كاروش عمل التحوير. أنا بالنسبة لي
تحوير كان لابد منه. صح ضروري. وكنت نتمنى أنه يكون تحوير شامل كما صار مع الوليد. أبقي على بعض الوزارات وبعض الوزراء. اليوم فما حاجة تخدم رئيس الجمهورية في علاقة بالتحوير الوزاري وحركة الوليد. اليوم للعبيد اللي يقولوا وكونه هو معناتها يمكن أن يستخدم مثلا هياكل الدولة لغاية انتخابي. كان جاء رئيس الجمهورية عنده الغاية هذه ما يجيش قبل أقل من شهر من الانتخابات فلا. يقوم بتحوير شامل للوليد. صحيح. معناتها كان جات موجودة هذه ونعرفوا أنه بعض الوليد معروفين معناتها هما تابعين المسار وكما نقولوا نحن كان يجب يخليهم في الولايات هذيك خدمة لمصالحه الضيقة الانتخابية اللي هو ما صارش. معناتها اليوم أنا نعتقد أنه التحوير الوزاري جاء في وقته باعتبار أنه الانتخابات هي مرحلة من مراحل البلاد وليست الغاية، هي ما هي مرحلة معينة سواء انتخب الرئيس الحالي أو انتخب رئيس آخر، فالدولة يجب أن تكون في وضعية معناتها متاع استمرارية. علاش نقول في الكلام هذايا؟ راهو الأسبوع على فات معناتها من اللي صار التحوير الوزاري لليوم رئيس الجمهورية قاعد يستقبل في الوزراء وزيرا وزيرا، استقبل وزير البيئة، وزير التشغيل، وزيرة التشغيل، وزير التجارة، جبد على الفساد في البيئة وكيفية معناتها استغلال هالموارد الجيم الخارج في غير طريقها، جبد على غلاء اللحوم البيضاء وعلى اللحوم الحمراء، وحكي على احتكار مع وزير التجارة، حكي على معناتها دعم الشركات الأهلية، معناتها قاعد يخدم في عمل رجل الدولة اللي لازم يعمله يوميا. وهذا اللي يخلي أنه التحوير كان لابد منه وجاء في وقت اللي يلزم البلاد تاخو معناتها الثنية متاحة واللي ترجموا من بعد خاطر على مستوى مركزي ونبقاو بنفس العباد القدم. فما راهو أنا نعتقد أنه ما يحصل وما حصل في هذه المدة الأخيرة هو هناك نقلة نوعية في التفكير على مدى السنوات القادمة في إطار أنه تنهض تونس بما يمكن أن تنهض به، استمرارية الدولة، بناء الأسس الداخلية للدولة للوزارات للولاد. خالد كرونة، هل تشاتر بوغاتاس قال لك لو كان وردا على الناس اللي تنقد ربما لو كان رئيس الجمهورية يحب يستغل الولاد راهو علاش مش يعمل في تحوير وزاري وهو في حملة انتخابية الأولى راهو خلي الماكينة القديمة. هي وجهة نظر محترمة، لكن زادا كل خطوة سياسية يعملها رئيس الجمهورية ديما فيها مجالات نظر مختلفة، زوايا مقاربات مختلفة. يعني نجم يكون أنا في بلاستو نجم نضحي بثلاثة أو بأربعة أو بعشرة ولات نعتبرهم اللي هما من الأجناد المخلصين في مقابل أن نقدم رسالة سياسية أهم وأكبر، لأن الرسالة السياسية نتاع ليس فقط التحوير الحكومي بل أيضا تغيير الولات وعاجلا فيما أفترض والناس الكل يتوقعوا يعني حركة المعتمدين والمعتمدين الأول، وممكن زاد قبل الموعد الانتخابي نكون أغلقنا الباب أمام التعيينات الجديدة في القنصليات وفي السفارات. يعني الرسالة هذه بالنسبة لصورة البلاد ولصورة رئيس الجمهورية المباشرة، لأنه في السلطات التنفيذية عنده هو، هي صورة مهمة في القول إن كل شيء يسير على انتظام. ولا تنساوش الشعار الذي يتحرك من ضمنه هو معركة التحرر الوطني جديدة. صحيح. وهو مقاومة فساد، وهو الأيادي المرتعشة ينبغي أن نبعدها. وهذه هي في الحقيقة، خلينا نقول الأمور كما هي، الناس اللي لحقهم انتقاد سواء كانوا وزراء أو ولاد سابقين لحقهم انتقاد ضمنيا كأنه يقال لهم إن أيديكم كانت مرتعشة ولم تقوى على أن تنفذوا بالضبط السياسات العامة التي يريدها رأس السلطة التنفيذية، وإذا شكرا لكم سنجيء بغيركم. سياسة للداخل أو رسالة للداخل والخارج، ورسالة حتى للخارج، لأنه ما زمناش ننساو اللي في التحوير الحكومي تم تغيير رأس الخارجية بما يعني أن هناك تصور يراد أن يكون جديدا في العلاقة بالخارج. صحيح. خاصة في سمحني قطعتك، خاصة في الظروف الإقليمية والجهة، خاصة بعلاقة بجيراننا
بما يجري في الجزائر وخاصة ما يجري في ليبيا وعليه رئيس الجمهورية ليتحدث في شأن الانتخاب وأكد وأنه هذا شأن داخلي خالص لا دخل فيه لأي جهة أجنبية. رفيق دريتي، كان هذا زين نهار الثلاث اللي فات وقت اللي استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر كارتاج وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق. في اللقاء هذا رئيس الدولة أكد للانتخابات شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه، وأنه اللي يتلقاه الأموال والدعم من جهات خارجية ويدعون زورا وبهتانا حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية أنهم دعاة حرية وديمقراطية استبطنوا الخيانة والعمالة. نفس البلاغ أضاف كونه رئيس الدولة أكد في اللقاء هذا كونه التوانسة واعين بكل الوعي بالأوضاع هذه واختاروا أنهم يطهروا بلادهم وأنه يشقوا طريق جديدة في التاريخ تكون فيه السيادة للشعب وحده. اللي قازد تناول الوضع الأمني العام في البلاد والانتباه لإحباط كل محاولات المس بأمن الدولة وأمن المواطنين خاصة وسط تضافر برشا قران حسب البلاغ كونه تشير الارتباط عدد من الدوائر بجهات خارجية. أنيس بوغاتاس، الرسالة أو كلام رئيس الجمهورية لشكون متوجه بالأساس؟ ش معناها شأن داخلي خالص؟ طبعا هو شأن داخلي خالص، ولكن علي الرئيس خرج يذكر في بالجملة هذه. أعتقد أنه اليوم إذ انتخابات تونس هي انتخابات حب يوصل رئيس الجمهورية لكافة سواء للداخل أو الخارج، خاطر عنا حسب ما قاعد نسمعه وكونه فما منظمات وجمعيات معناتها ممولة من الخارج، وحسب ما سمعنا زادة فما بعض المرشحين مولوا من الخارج دزوهم الخارج يدعموا فيهم من الخارج. هذا الكلام هو نعتقد أنه تصريح رئيس الجمهورية يصب في نفس الاتجاه هذية، هو رسالة للداخل رانا فايقين بكم، ورسالة للخارج راهي الدولة مستقلة واستقلنا عنا من 56، وبالتالي راهو الانتخابات حتى لو فرضنا في حقبات سابقة وقريبة مش بعيدة دخل فيها المال الأجنبي ودخلت فيها أيادي أجنبية، الانتخابات هذه ستكون وطنية خالصة لا دخل لها لأي بلد أجنبي. هذه هي الرسالة نعتقد، وكونها واضحة ما فيهش برشا الحقيقة تأويل أو غموض، وهي معناتها ما فهمش علاش معناتها باش نقعد كيما نقولوا نتبينوا الخافية متاعها. واضحة الرسالة راهو الانتخابات تونسية بحت، معنا حتى مش يدخل لنا، ما هوش يقصد نتصور المنظمات الدولية متاع مراقبة الانتخابات، هنا جايينهم لأنه بعض المنظمات واليوم هيئة الانتخابات في بيان لها أعلنت رفض مطالب اعتماد بعض الجمعيات اللي أكدت وأنه الجمعيات هذه اللي تحب تلاحظ الانتخابات فيها شكون تأكد تلقيها لتمويلات ضخمة وتمويلات مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة مصدرها جاي من بلدان. تقول الهيئة في بيانها حرفيا نقرأ لكم الكلمة، البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية. خالد كرونة، يعني العلاقة بين الخطاب السياسي في بلادنا وبين فكرة السيادة، لاحظوا اللي الخطاب هذا هو خطاب ماشي يعمل في مراكمه خلال السنوات، وتتذكروا ما قيل عن الفيمي وما قيل، يعني ثم خطاب كامل قاعد يتبنى يتجسم بعلاقه بالانتخابات. المفروض كما كان يقول انيس، يعني امر بديهي انه اي انتخاب اي بلاد عندها انتخابات هذاك شان داخلي يهمها، لكن وقت لا نفوتوا السطح ونمشوا للقاع. في حقيقه الامر في كل البلدان، في كل البلدان المهيمن عليها وكل البلدان اللي وقعت تحت تأثير الدول الكبرى، يعني تماسيح العالم الكبيرة تدلي بدلوها وتؤثر. كلام رئيس الجمهورية في المستوى النظري وقت اللي نحكيه ديما في السياق متاع ما ينجزه الخطاب، معناها معركة تحرير وطني ومعركة تطهير وترشنية، بشيء طبيعي يلزم العلاقة أو تستمر العلاقة مع هذا الآخر علاقة تنابذ، معناها السيروبوس ما نجموش يقربوا من بعضهم. سؤال زينة، سؤال خطير، لأنه التمويلات اللي جي للجمعيات هي تمويلات في العادة مع دول تربطها علاقات دبلوماسية بتونس اللي هم، والتمويلات هذه هي تمويلات تتعدى على لجنة التحاليل المالية، والجمعيات هذه بقطع النظر على رأينا فيها ولا على أدائها ولا على أفكارها ولا على أنشطتها، هي جمعيات
واقعة تحت طائلة القانون. نعم. اليوم أنا شخصيا متفاجئ، لأنه شو معناها التمويلات تجي من دول لا تربطها علاقات دبلوماسية بتونس؟ يعني هذا سؤال الأيام القادمة كفيلة باش تبين شكون هما، خاطر وقت اللي يزيد تجي تقول في كلامك كيما هذا، ولا عندها كتير. عندها سند قانوني ومنطقي وعنده موروث، معناها عندها تقاليد في هذايا. أما العلاقة مع الجمعيات هذه ومع المنظمات هذه، هي بصفة عامة مازالت فيها شد وجذب بالنسبة لبطاقات الاعتماد، حتى بالنسبة للجمعيات اللي ما عليهاش نحكي جمعيات هذا الفيتو يعني. هذا رسمي، هذا رسمي والهيئة رفضت تلقي سيمين تاع الجمعيات، اعتماد بعض الجمعيات كبار. يعني باش يكون ثم نزلنا نتوقع باش يكون ثم مسار قانوني بل مسار قضائي في هذا الموضوع. هما حسب توا التصريح نتاع هيئة الانتخابات اعتبرت وكونه خذيت المعلومة نتاع التمويل الأجنبي من جهة رسمية. رسمية. أي قالت من جهة رسمية. بالتالي فما معطيات أكيدة. يعني باش تأسس عليها مسار قضائي. لكن هوني هذا راهو يلزم فيه بحث معناتها قضائي ينجم تكون معناتها مش مشبوهة الحقيقة، معناتها هي خاطر عنا توا المرسوم نتاع الجمعيات إذا هما كانوا معناتها جاتهم التمويلات حسب المرسوم ودون أي شبه أو دون طرق ملتوية أو غيره، والمصادر ماهيش متأتية الأموال من معناتها تبييض أموال أجنبي أو غيره، مش يكون معناتها زوبعة في فنجان ومش يثبت أنه الجمعيات ما تلقتهاش لغايات معينة، أو يظهر العكس اللي هي بالحق بالفعل مشبوهة وقتها تكون فما تتبعات جزائية وغيره والسجن وغيره، وحتى يوصل القرار بغلق تلك الجمعية. علما أننا احنا كتوانسة كتوانسة مهما كانت قراءنا معناها معنيين بأن الانتخابات تكون مفتوحة وفق القانون بطبيعة أمام جميع المراقبين وفق القانون، وما أحوجنا إلى أن يكون الاعتمادات بأكبر عدد ممكن، لأنه العبرة ما هيش بالعملية الانتخابية في ذلك اليوم، العبرة بالصورة التي تقدم عن البلد، لأنه ثم مراكمة صارت في التاريخ، قل ما شئت عن المحطات الانتخابية السابقة، لكن ثم ما هو جيد ينبغي أن نؤسس عليه وأن نطوره، وما هو سيء ينبغي أن نحاول أن نتجاوز عنه. يعني احنا معنيين كتوانسة بغض النظر على آرائنا والاختلافاتنا، معنيين بكون الانتخابات تتم بأكثر الطرق نزاهة وشفافية، ومعنيين ماذا بينا لو كان نشوف في جميع مكاتب الاختراع ناس مخولين بصفة قانونية خلي يراقبوا العملية. والسلام رفيق. نواصل زينة في شأن الانتخابي والموضوع اللي كان تم تداوله في عدد من المواقع الإخبارية على مدار الأسبوع الماضي، اللي هو موضوع الاعتمادات الخاصة بمنظمات مراقبة الانتخابات. بعد قبل البيان اللي انت حكيت عليه زينة واللي كان هبط على صفحة رسمية لهيئة الانتخابات اليوم الصباح، كانت أفادت عضوة مجلس هيئة الانتخابات نجلة العبروقي أنه عدد من الجمعيات اللي حطت مطالب عند ليزي للاعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية جات بخصوصها إشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة، وين أكدت كونه تمت إحالة الإشعارات هذه على النيابة العمومية. العبروقي زاد أضافت في تصريح للإذاعة الوطنية آخر الجمعة اللي فاتت أنه فما جمعيات أخرى جاري التحاري بخصوصها. هوني نجم نفهم وزينة علاش ممكن ليزي قالت كونه فما جمعيات ثبت تلقيها لتمويلات أجنبية وفما جمعيات أخرى مازال يتم حاليا التثبت مع الجهات المختصة في مطلب الاعتماد وفي ما وراء تمويل المنظمات هذه، وكونه زاد باش يتم اسناد الاعتماد للملاحظين في الجمعيات اللي توفرت فيها الشروط المستوجبه. نسمع تصريح نجله العبروقيه. وردت على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إشعارات من جهات رسمية بتلقي تمويلات أجنبية، أموال مشبوهة نحن نقوله إلى حين معناها البت فيها. بطبيعة الحال تمت إحالة الإشعارات هذه على النيابة العمومية باش تخدم خدمتها باش تتحرك. ثم جمعيات أخرى جاري التحري في شأنها في تلقيها أموال معناها مشبوهة من عدمها. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي المسؤولة باش تعطي الاعتماد تاع الممثلين تاع المترشحين وإلا الملاحظين وإلا الضيوف الصحفيين المحليين والأجانب باش يتابعوا بطبيعة مراحل المسار الانتخابي، والهيئة هي اللي تحدد بقرار من مجلسها المعايير والشروط نتاع اعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين، وهذا جاء في القانون الأساسي نتاع الهيئة وجاء ضمن في القرار ترتيبي عدد 9 لسنة 2014 اللي يحترم الشروط الواردة في القرار الترتيبي هذا ويحترم مدونات السلوك. هذه عضوة هيئة الانتخابات نجل عبروقي ما بعدتش برشا دقيقة حكينا فيه الموضوع،
فما جمعيات ثابتة وأنها تتلقى في تمويلات أجنبية مشبوه، دونك تم رفض اعتمادها. بالتالي علاش رفضوا اعتمادها؟ لأنه أنيس بوغاتاس هناك شك خاصة في شرط الحياد الاستقلالية والنزاهة في مراقبة الانتخابات. بطبيعة الحال وإذا ثبت من جهة رسمية وبالتالي فما شبهة، نعم. نجموش نقولوا راهو ثابت ولا مش ثابت، فما شبهة، وعندما توجد الشبهة يتم رفض ذلك المطلب لمراقبة الانتخابات إلى حين التثبت في تلك الشبهة. معناتها واضح هيئة الانتخابات خذت الموقف هذا، هو موقف نعتبره سليم. خالد كرون، يعني ثم تدقيق بالنسبة للبلاغ الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قالت لي ثم جمعيات ما عندهاش علاقة، بالحرف يقولوا البعض منها لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية. هذوما كما ذكر الأستاذ من تحصيل الحاصل، أنهم قانونيا ما ينجمش يكون نشاط مسموح به لانه خارج القانون، لكن ثم جمع ما عندكش الحق باش انت ما عندكش علاقات، ما ينجمش. لكن بلاغ الهيئه يحكي على جمعيات اخرى تلقت مبالغ ماليه ضخمه حتى كان هي من بلدان تربطنا بها علاقات. لهنا الهيئه موقفها القانوني مش سليم، مش سليم تماما، يعني قابل للنقد، لانك انت ماكش انت السلطه التقديريه لهذا. هذه ثم لجنه تحاليل ماليه، مش اذا كان جمعيه خذت برشا. السؤال هو هل انها قامت بدورها، طلبت بطاقه اعتماد، قامت بدورها كما ينبغي ام لا؟ وموضوع تمويلها موضوع مش ما عندكش عليه ولايه انت، هذيك مسؤوليه لجنه تحاليل ماليه ومسؤوليه البنك المركزي، مسؤوليه انهم يراقبوا انه مبالغها. وشكون انت كيزي باش تعمل قضيه وانا ولا مش ضخم؟ ما نحكيوش على الـ على الـ على الجمعيات اللي تلقات تمويلات من بلدان. رجعت انت تحكي على لجنه التحليل المالي او البنك المركزي، نجم يكون رجعت للبنك المركزي. كيفاش باش تشوف الهيئه ما عندهاش اكسيل اللي كونت بنكي الا ما تكون رجعت صيغه البيان. خلي باش نحكي في الصيغه، صيغه البيان قالت اللي ثم جمعيات تلقات اموال ضخمه وما عمتش من جهات رسميه. اي قالت تم اشعار الهيئه من جهات رسميه، هي ما عمتش، ما قالتش الكل مخذوا التمويلات الضخمه من جهات ما تربطناش بهم علاقات. بالعكس هي قالت اللي محترم الشروط باش ياخذ مطلب الاعتماد نتاعو. قلت البلاغ يسمح بتاويليه يلزمها تتوضح. راهو احنا كايزين من المفروض يقال احنا الناس اللي هما تلقاو تمويلات ما يعنيناش فيها برشا ولا شويه، اما تلقات تمويلات وفق القانون عندهم الحق باش ياخذوا اعتماد ويجوا يشاركوا في العمليه الانتخابيه. الناس اللي هما كما علمتنا الجهات الرسميه خذوا تمويلات من دول ما تربطناش بهم علاقات، يعني تمويلات مخالفه للقانون، أيوة. هذاك من تحصيل الحاصل ما ينجموش ياخذوا بطاقات اعتماد. هيك الهيئه مطلوب منها انها بالعربي تحرص على تحسين صورتها في هذه النقطه بالذات، لانها عندها علاقه كما كنا نحكيو بصورة الانتخابات وبالاستحقاق. واصلوا رفيق، نواصلوا زينا في موضوعنا الآخر اللي هو المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اللي انعقد بين الخميس والسبت اللي فات في المونستير. اللائحة العامة من بين أهم ما خرجت به هو إقرار مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية. المطالب هي المطالبة بحق التفاوض وفتح الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات والاستجابة للمطالب الاجتماعية المضبوطة في اللائحة المهنية. هذا اللي خرج في اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد. موقع الشعب نيوز الاخباري يفاد كونه المجلس الوطني برئاسة الامين العام للاتحاد نور الدين طبوبي قرر انه يفوض الهيئة الادارية الوطنية لاتخاذ قرار موعد الاضراب العام وموعده، لكن معطى اخر بين السطور يتقرا في المقال اللي تنشر على موقع الشعب نيوز كونه موعد تنفيذ الاضراب مش باش يكون في القريب العاجل، ما تحددش الموعد وقتاش. السبب هوني هو زاوية نظر قانونية وإجرائية حسب تعبير نفس المصدر موقع الشعب نيوز. النقطة الأولى نيس بوغاتاس إضراب عام أو إقرار أو توجه في إقرار إضراب عام بالوظيفة العمومية والقطاع العام، هل سيكون إضراب ناجح؟ هل ما زلت الناس نجم تمشي؟ ما زلنا نجم نحكي على إضرابات اليوم في الوضع الراهن للبلاد؟ نحن مستحقين إنتاج، إنتاجية مردودية، وصار دايوغ إضراب عام في وقت سابق في القطاع العام، ما مشيتش البوستات اللي نها تخدم البريد النقل وغيره. ولكن النقطة الثانية اللي سطر عليها رفيق بالبنت العريض في فقرة بالبنت العريض اللي هي سي رفيق اللي هي كونه إلى أجل غير مسمى، إلى أجل غير مسمى، يقول كونه مش بش يكون في القريب العام، ما زال ما تمش تحديد. هذا من زاوية نظر قانونية وإجرائية، إضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية، لكن الاتحاد لم يعلن، لم يحدد. علاش تبتسم بوغاتاس؟ تلز فيها باش نقول وكونه اضرب بلا موعد فوالا، انه اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت بالذات سياسي. شو معناه؟ انت تلز فيها باش نقول، وانا باش نقول حاجه اخرى.
مرتبط بالانتخابات. انا ما همش نقول لك حاجه. انا اولا الساعه بالنسبه لي الاتحاد العام التونسي للشغل هي منظمه وطنيه احترم تاريخها احترام كبير جدا. ما حصل في الاتحاد مؤخرا من جدال داخلي ومن عديد الاشكاليات اللي يعرفوها اولاد الاتحاد اكثر منا خلى اليوم الاتحاد بصراحه ياخو موقف معناتها يحمل عديد التفسيرات والتأويلات اللي مش مستحق لها الاتحاد اليوم. يوم الاتحاد ما يقفش على نور الدين الطبوبي وما يقفش على حتى شخص. تاريخه معناتها كبير، منظمة وطنية نكون لها كل الاحترام، نقدر العمل النقابي. راهو التضحيات اللي ضحيوا بها العمل والموظفين وكل من انضوى تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل هما اولاد تونس وهما سواعد تونس. راهو اليوم الاضراب، انا فكره الاضراب العام في صوره رفض الدوله او الحكومه التفاوض حول حقوق الشغيله فهي فكره نقابيه بامتياز. اذا اليوم ما نقولش راهو الاتحاد عنده الحق باش ياخذ قرار باش يضرب، ما عادش فما حاجه اسمها اتحاد ونقابه. نقابه في كامل دول العالم من حقها في صوره رفض الحكومه او رفض الجهات الحكوميه انها تتقدم معها او تتفاوض معها انها تتخذ قرار الاضراب به. زي نحكيو مبدئيا في المطلق انت تحكي على حكومه عندها جماعتين توا. نعرف نحكيو توا اليوم علاش تتخذ القرار توا بالذات، وعلاش نجيو بين السطور ونقولوا الى اجل غير مسمى بعد الانتخابات ولا بعد شهرين خنشوف الحكومه شو مش تعمل ولا الوزراء شو مش يعملوا. بصراحه انا نعتقد انه هو قرار اضراب كمبدا عام، انا مانيش ضده، اما ضد انه نخليه الامور في مبدا التاويل والغموض. هذا هو اللي انا نعتقد انه اليوم يخلي القرار نتاع الاتحاد التونسي للشغل فيه جدل معناتها ومش يعمل جدل اكثر من هذا. خالد كرونا، هل الاضراب اللي هدد به الاتحاد ينجم يصير ما يصيرش ناجح يلقى ناس تمشي معاه في الوظيفه العموميه والقطاع العام ام العكس؟ فكره الاضراب العام هذه بحد ذاتها في اللحظه السياسيه الحاليه هي فكره غير ذات جدوى. بالعكس، خلينا نقول الامور معناها انا مش باش نعاود الكلام كان يقول فيه نيس، لانه الاتحاد هو منظمه يفتخر بها التوانسه الكل في اغلبهم على الاقل الغالبيه الساحقه، ويفتخر بدورها الوطني ساعه فضلا عن دورها الاجتماعي. واضح هذا معناها مش منضيعوش فيه الوقت. اليوم لازم نعترفوا ونقولوا بشجاعه اللي هذا الجسم الذي اسمه الاتحاد العام التونسي للشغل اصابته العلل من ايام جائحه كورونا، من ايام بدا سيل البدع. بدعت مؤتمر غير انتخابي، بدعت الانقلاب على 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 يعني النظام الداخلي للمنظمة، فكرة يعني استغلال كوفيد لإجراءات التمديد. اليوم باش نجنيو النتائج، المنظمة للأسف الشديد أنا أقول هذا بمرارة يعني نجنيو في النتائج. وهذاك علاش الشيء اللي صار في المجلس الوطني في المونستير كان ماهوش مخيب الأمال للنقابيين فقط، كان مسيء لصورة المنظمة. اليوم ثم ضعف، فقدت المنظمة دورها، خرجت من لعبة السياسة اللي كانت تشارك فيها، والناس الكل يتفكروا المبادرة التي كانت ستقدمها أيام الأزمة السياسية والمبادرة كل مرة أجلوا فيها، بعدين ولت عاجزة على أنها تقدم المبادرة، بعدين ولت عاجزة على أنها تعمل أداء في البلد وتشغل الموقع التي كانت فيه. والآن سمعنا الأمين العام بنفسه يقول إنه أخطأ وإن المنظمة قد أخطأت فيما فعلت. واليوم المنظمة في مأزق. قرار الإضراب أظن أنه نوع من الهروب للأمام، وهو هروب للأمام لن يجدي المنظمة شيئا، بالعكس خطر العناوين نتاعو عناوين مطالب مطالب القطاعات، صناديق اجتماعية، منح عائلية، هذا كله توقيت هو الخطأ. لا معناها أصلا هي ما ثماش مفاوضات اجتماعية وثم تمشيات. العمل النقابي عنده أصول والاتحاد مدرسة في هذا، مدرسة في العالم. مجيش هذا مسألة سياسية أنا أيدك تماما.
نمشي لنقطة مضيئة رفيق دريدي من القيروان وفي القيروان. مشروع زينة يرجع بعد 7 سنوات اللي هو الجمعة اللي فاتت تم رسميا توقيع عقد الشروع في بناء المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بعاصمة الغالبة في القيروان. مذكرة التفاهم نذكره تصحت في جويلية 2017 بين تونس والسعودية متعلقة بتمويل مشروع المستشفى هذا في إطار هيبة من الصندوق السعودي للتنمية. والجمعة اللي فاتت رسميا في مقر وزارة الصحة وفي مراسم رسمية تصحت اتفاقية بناء المستشفى هذا. 500 سرير، عدد كبير من الاختصاصات الطبية باش يكونوا في المشروع هذا. الأشغال مدتها 3 سنين، من المفروض تبدأ الجمعة هذه حسب وزير الصحة سيد مصطفى الفرجاني اللي تعهد بإزالة أي عراقيل قدام المقاول السعودي والتونسي. مستشفى بالمعايير العالمية مش يكون من أحسن المستشفيات في تونس، فيه جميع الاختصاصات الطبية والجراحية، جراحة العامة، جراحة القلب والصدر، جراحة العظام، جراحة الأورام، الطب النفسي، الطب النووي، جميع الاختصاصات موجودة فيه. إن شاء الله يكون بعد 3 سنوات موجود بالمعايير العالمية، فيه كيف كيف الآلات الكل بلاتو تكنيك كامل باش يعطي نقلة نوعية خدمات صحية بالنسبة لأهالينا في القيروان في الولايات المجاورة. كذلك نقص من الضغط على المستشفيات الساحلية. مشروع ضخم كما هكا 500 سرير وصلنا صححنا انضاع العقد بين وزارة الصحة وبين المقاول، 3 أبراج، 12 قاعة عملية، 330، وبعد يطوروا حتى 500 سرير على 12 هكتار، والمقاول سعودي ومعاه مقاول تونس يدخلوا يخدموا فورا. الكلفة الكاملة 144 مليون دولار بشتاقة متابعة يومية ومستمرة، ونتعهدوا باش نحيوا العراقيل الموجودة الكل للمقاول السعودي والتونسي. 144 مليون دولار، 12 قاعة عملية، 500 سرير، نحكي وممكن على أكبر مشروع صحي باش يكون في تونس. والسفير السعودي في تونس عبد العزيز بن علي صقر قال أنه مشروع مستشفى الملك سلمان حتى كان وخر فأنه جاء في الوقت المناسب وباش يشهد انطلاقة حقيقية بعد توقيع العقد هذا، كيما حكي على مشاريع صحية أخرى باش يتم إنجازها تمويل سعودي في تونس. هذا المشروع هو هبة من المملكة العربية السعودية ب 85 مليون دولار، يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. المملكة العربية السعودية حريصة الحقيقة على كل ما من شأنه دعم ونمو وتنمية واستقرار تونس. هذا المشروع وإن كان تأخر إلا أنه أتى في الوقت المناسب. مقاولين موجود معنا، توقع الأسبوع أشغال تنطلق على أرض الواقع. أحب في هذه المناسبة أن أؤكد على العلاقة الوثيقة بين الصندوق السعودي للتنمية، وقد احتفل بمرور 50 عام على إنشائه، وكان لتونس النصيب الأهم والأكبر من دعم الصندوق حيث بلغت أكثر من 1.2 مليار دولار. إن شاء الله لدينا مشروع سكة نقل الفسفات في قفصة، لدينا مشاريع في تطاويل، مستشفى الجيم وسبيبة إن شاء الله نهاية أكتوبر نقوم بالتوقيع النهائي. مستشفى الملك سلمان انطلق رسميا الجمعة هذه، بدأت الأشغال في بناء المستشفى بالقيروان نموذجي أنيس بوغطاس. والله إن شاء الله ربي سهل فيه، على خاطر بصراحة راهو قاعد يصير في ولاية الوسط الغربي قروين سيدي بوزيد قفصة وغيره، معناتها من العبيد بالأربع أو 5 شهور باش يلقاو موعد، وفما عبيد قاعدة تموت في الطريق باش توصل المستير ولا السوسة ولا الغيره. أنا نعتقد يكون هذا المشروع معناتها إن شاء الله ربي سهل فيه باش يكون عنده تأثير كبير ياسر على حياة الناس وعلى معناتها المنظومة الصحية في تلك الربوع وفي تونس. خالد كرونة، هذا باش يخفض الضغط خاصة على مستشفيات الساحل. أنا نحب نقول جملة واحدة، الاتفاق الأولي تعمل في 2017 وإن شاء الله الاستغلال يبدأ في 2027. سينتظر التونسيون 10 سنوات، ولكن إن شاء الله نكونوا لا 10 الإنجاز 2027 يكون جاهز إن شاء الله التوانسة يستفيدوا من هذه القفزة في الخدمة الصحية. شكرا خالد كرونة، نسبة غتاز، رفيق دريدي، شكرا لكم، وعدي جدد خدوة إن شاء الله. تتفيت الأخبار موجز الأنباء معنا في صحة ستين، راجعين بعد الأخبار نستقبل ضيفي الناشط السياسي أحمد شفتر. هذا استوديو الوطني، مرحبا.